السلام عليكم. أثر السلطة، مرض القائد ومرض الفريق. بعد أن أنهى الطبيب فحص المريض وجد التهابا في أذنه اليمنى، فوصف له قطرة أذنية، لكنه بدل أن يكتب في الوصفة رايت إير أي الأذن اليمنى، اختصر كلمة رايت بحرف آر فأصبحت العبارة رير وتعني المؤخرة. أخذت الممرضة الوصفة وسارعت بتقطير عدد القطرات المطلوب في مؤخرة المريض. التفسير الوحيد لتصرف الممرضة العجيب هو الطاعة العمياء لأهل السلطة. إذا كنت تظن أن الأمر بسيط ولا يتعدى كونه خطأ طبيا، دعنا نعود إذن إلى ستينيات القرن الماضي، حيث أجرى حينها الباحث ستانلي ميلغرام دراسة من أشهر دراسات علم النفس إلى يومنا هذا. كان ميلغرام يطلب من أحد المشاركين، وسنرمز له بألف، أن يحفظ قائمة طويلة من الكلمات، ثم يجلس على كرسي موصول بأسلاك كهربائية ويقيد بهذا الكرسي، بينما يأتي مشارك آخر باء ليجلس في غرفة أخرى أمام لوحة كهربائية تحوي أزراراً. تبدأ التجربة بأن يسأل المشارك باء المشارك ألف سؤالاً عن الكلمات التي حفظها، فإذا عرف الجواب يتم الانتقال إلى السؤال التالي، بينما إذا لم يعرف الجواب فسيقوم المشترك باء بالضغط على زر يرسل صدمة كهربائية خفيفة لألف، ثم يتم الانتقال إلى السؤال التالي، علماً أن الصدمة الكهربائية التالية ستكون أقوى من سابقتها، وهكذا إلى أن يصل توتر الصدمة إلى الحد القاتل 450 فولتاً. أخبر ميلغرام المشاركين أن الغاية من البحث هي معرفة هل يمكن أن يساعد العقاب على التعلم ويحسن من الذاكرة أم لا. كان دور الباحث ميلغرام مقتصرا على الجلوس وراء مكتبه مرتديا مريولا أبيضا ونظارات دون ممارسة أي ضغوط على المشاركين، سوى أن يقول للمشارك باء عندما يراه مترددا في ضغط الزر تابع لو سمحت فقط. تجربة مريعة، أليس كذلك؟ دعني أزيل عنك إذن بعض الضباب. كانت الغاية الحقيقية من البحث هي معرفة أثر السلطة على الطاعة ولا علاقة للتعلم بالأمر، وكان الباحث متفقا مع المشارك ألف، ولم يكن هذا المشارك يتلقى الصدمات الكهربائية، بل كان يمثل الصراخ والألم فقط. أجريت هذه التجربة على شرائح مختلفة من المجتمع، وكان يتوقع علماء النفس قبل التجربة أن نسبة الذين سيصلون إلى توتر 450 فولت أي التوتر القاتل لن تتعدى 1 بالألف، لكن التجربة أثبتت أن النسبة كانت أعلى من هذا بكثير، كانت النسبة 65%، أي أن معظم المشاركين كانوا مستعدين أن يقتلوا شخصا بريئا بدون أي سبب إلا الطاعة العمياء لسلطة وهمية. فكيف لو كانت هذه السلطة حقيقية؟ هل عرفت الآن لماذا يطيع البعض أوامر قادتهم حتى لو كانت الأوامر غير أخلاقية؟ هنالك شيء ما في اللاوعي يدفع الإنسان ليطيع قائده، فتنبه أخي منه ولا تكن ممن يقولون يوم القيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. دعنا نعود إلى عالم الطب لنرى الأمر من منظور أصحاب السلطة. والطبيب طبعا يمثل أحد أشكال السلطة في المكان الذي يعمل فيه. يقول الباحث الدكتور أتول جواندي في بحث أجراه أن الممرضة لو سألت الطبيب قبل دخوله غرفة العمليات بعض الأسئلة البسيطة جدا فقط من باب التذكير، فإن هذه الأسئلة ستساهم في تقليل نسبة الوفيات بسبب العدوى في المشافي بمقدار 2/3. ويشير أيضا الباحث أن المشافي لا تقبل أن تطبق هذا الأسلوب عندها. هل تعرف لماذا؟ ببساطة لأن الأطباء لا يتقبلون هذا، لا يتقبلون أن تسألهم الممرضات بضعة أسئلة. مرضان منتشران في أي عمل جماعي، يرى القائد نفسه أعلى من غيره وأكبر من أن ينصحه أو ينتقده أتباعه، ويرى الأتباع أنفسهم أقل من أن يعترضوا أو يبدوا رأيا مخالفا لرأي القائد. ولا خير في هذا القائد ولا في هؤلاء الأتباع ما دامت فيهم هذه الخصال. وهذا ليس كلامي بل كلام الفاروق عمر رضي الله عنه عندما قال له رجل اتق الله يا أمير المؤمنين، فرد عليه رجل آخر
أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال له عمر: دعه فليقلها لي، نعم ما قال. ثم قال عمر: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم. السلام عليكم.